يبدو أن صراع النوربورغرينغ الذي بدأته شركة نيسان بعد إطلاقها غودزيلا عالم الأداء جي تي آر لم ينتهي، فبينما يعمل منافسي نيسان من القارة الأوروبية على اللحاق بالأرقام المذهلة التي حققتها جي تي آر على الحلبة، تعمل نيسان على نسخة جديدة من السيارة ستتفوق على النسخة الحالية في الأداء بشكل عام وفي زمن اللفة على النوربورغرينغ بشكل خاص. ففي لقاء بين أحد صحفيي السيارات وبين كازوتشي مازينو مدير الفريق الهندسي لنيسان جي تي آر بحلبة سيلفرستون، تطرق كازوتشي في الحديث عن نسخة محسنة جديدة لنيسان جي تي آر لعام 2013. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.arabmotors.tv.